السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة كارمن جوليا قارئة التارو والكوتشينة. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء بجهات توقعات الأبراج أو شرط المواضيع أو إشعارات اللايفات اللي بنعملها للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا النهاردة. وحسب ما وعدناكم هنعمل فيديو للجانب العملي والمالي والصحة. هيكون نوع الفيديو ده كل يوم أربعاء إن شاء الله منزل في القناة بتاعنا. الاختيار الأول حسب أول حرف من اسمكم، ف س ق ف ر ش ت ث غ خ كاختيار أول، أو اختيار الحجر العقيق ده الكريم اللي لونه رايح للأصفر كده. اختيار ثاني ط ي ك ف ل م ن س ع ض، او اختيار الحجر الازرق ده او البنفسجي حسب ما يعني يظهر لكم في الشاشه. الاختيار الثالث الف ب ض ج د ه و ز ح و ذ، او اختيار الحجر الشفاف ده اللي على هيئه صدفه. يلا نبدا مع اصحاب الاختيار الاول. ايه اللي جاي لك من الناحيه الماليه المادية والعملية في ستة أشهر، في ثلاث أشهر القادمة إن شاء الله؟ الناس اللي اختاروا الحجر العقيق ده الأصفر. يلا هنخلط الكروت. أولا هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم بكروت مادموزيل لينورمان زي ما عودناكم في القناة بتاعنا. كنتم متعودين على الكروت دي. يلا نبدأ على بركة الله بخلط الكروت. هنشوف الطاقة العامة بتاعتكم للرجال لوحدهم وللستات لوحدهم. نختار صورة الستات والكارت اللي قبليها واللي بعديها، وبعدين نختار صورة الرجل ونختار الصورة اللي قبليه وبعديه عشان نشوف الطاقة العامة بتاعتكم ايه، يعني زي هي اعتقدكم حاليا من ناحية الصحة ومن ناحية العمل والمال. اهي طاقة الرجالة، طاقة الستات كمان جت وراها. لا اعتقدكم انتوا الاتنين يعني واضح تغيير شامل للبعض منكم. الكروت واضحة؟ ايوه الكروت واضحة، نحطها كده عشان تكون واضحة. للرجالة هنا حسب ما تشوفوا في الصور، يعني فيه قطع حال او توقيف حال. كانت الامور كويسة عندكم في الماضي بس حصل حاجة وقفت او قطعت رزقكم، او يعني الجانب المادي او العملي او السفر كل حاجة توقفت. في حد يعني تدخل في توقيف حالكم اللي كان يعني يا اما كنتم ناويين على بداية مشروع وتوقف الحال، او كنتم يعني بتشتغلوا واترفدتوا من الشغل او استقلتم انتم بحد ذاتكم. يعني في حاجة تدخل حد في تعطيل اموركم العامة. دي كطاقة ليكم. للستات نفس الحاجة، البعض من كنا هي مسؤولة على بيت، يعني انت مسؤولة على أسرة على عيلة، ربما انت مطلقة أو أرملة أو بتساعد العيلة بتاعتك، عندك مسؤولية كبيرة جدا وانت إنسانة حكيمة وعندك عندك رغبة شديدة على انك تحقق الأهداف بتاعك وأمانيك الغالية. بس فيه يعني في بداية مشروع للبعض منكم، أو بتفكير في عمل مشروع أو بداية عمل أو انتقال لبلد آخر لعمل عملية جراحية أو حاجة زي كده. فأنتم دلوقتي عندكم رغم زي ما نقول إحنا رغم الصعاب اللي بأملاكم، بس عندكم أمل في تحسين أموركم. دي الطاقة اللي أنتم فيها دلوقتي. نشوف دلوقتي ايه اللي هيجي لكم في الثلاث اشهر القادمه باذن الله. انا جبت لكم كروت جديده، يعني كل مره اجيب كروت جديده عشان تكون الطاقه قويه ومفعمه بطاقه روحانيه.
ما نقعدش دايما يعني نلكك وندور في نفس الكروت. والبعض اللي قالوا اني بلكك في الكلام ومش عارفة ايه، معلش يعني سامحونا. الواحد لما يعمل اللي عليه، وواحد يقول كمان قصري الكلام ودخلي دغري في القراءة، يعني انا هنا مش بشتغلش عندك يا ابني او يا بنتي، انا هنا بدي نصائح. لما بتوقف عن القراءة وبدي نصائح، في ناس مهتمة بكلامي، انت كلامي مش بيهمك يعني روح لقناة اخرى، مفيش حد قال لك اقعد هنا. فانا اللي بيقول اني بلا عندي لكاكة في الكلام، عندي لكاكة في الكلام، لاني انا بحد ذاتي مش مصرية، اصلي يعني لغتي الاصلية مش مصرية، مش لغة يعني المصريين، بس أتكلم مصرية عشان كل العربي، يعني بستعمل جهد وطاقة لإيصال معلومات بلغة ما هيش لغتي الأصلية. لأني لو تكلمت باللهجة الجزائرية اللي أفتخر بإني جزائرية، ولو أتكلمت بيها يعني معظم الدول العربية مش هيفهموني، عشان كده أنا بتكلم المصري يعني، وأظن أنا بتكلم مصري بطلاقة، بس بعض الأحيان بجد صعوبة في إيجاد بعض الكلمات لتعبر على اللي بتقوله الكروت. فمن فضلكم يعني لما الواحد يكون عامل جهد لعمل حاجة، شجعوه على الاستمرار، مش كده لا بلكاكة وقعد لي في بيتك أو بيتك رجل على رجل وقاعدة تسترجلي عليا هنا. لا يا بنتي مش كده، نحن كلنا نقدر نسترجل، بس احسنوا يعني تعب الناس بين قوسين يعني. والله العظيم يلا نبدأ أصحاب القراءة الأولى، واعتذر عن إطالة على يعني عليكم، كان لازم أعمل الملاحظة دي. قلنا إيه هي، هنبدأ أولا، استنوا هنا، هنا تبان الكروت أحسن. هنبدأ أولا يعني حاليا حالكم إزاي عامل، تطور الأحداث، استنوا هنا نعمل كده عشان يكون عندنا شوية مكان. تطور الأحداث في الجانب المادي والعملي من النهاردة، من أول يوم يعني من اللحظة اللي بتشوف فيها الفيديو لغاية 3 أشهر، طاقة مفتوحة 3 أشهر من وقت مشاهدتك لهذا الفيديو. وكارت أخير نخليه هنا، يلا نشوف أولا يعني حاليا في الشهر ده اللي احنا فيه. مثلا احنا دلوقتي مثلا في 23/6/2021، من 23/6 الى غاية 23/7 هنشوف يعني ايه هي المستجدات، او الاسبوع ده في ايه. يلا لا الحكاية واضحة هنا، طاقة العشر سيوف، Ten of Swords، يعني انتم مريتم بتمروا بمرحلة صعبة جدا، وصعبة صعبة يعني بقالكم مدة طويلة، مش زي ما نشوف ده هيروفنت، يعني عندكم صبر كبير، صبرتم كتير على انكم يعني توصلوا لتغيير للحالة اللي انتم فيها دلوقتي. البعض منكم فقد شغله، البعض الآخر حاله كله توقف، وبدأت المسؤولية يعني تقع على عاتقكم، وأصبحتم يعني مهما الصبر اللي صبرتوه وطول المدة اللي صبرتوها دي، فأنتم دلوقتي تتطلعون لآفاق أحسن من اللي أنتم عليها، زي ما نشوف هنا الإمبريس أوف سوانز. استنوا مش الامبرس عفوا لا برنسيس دو ليبي، يعني أميرة السيوف. انتم هنا دلوقتي رغم الصعاب اللي مريتوا بيها والصبر اللي صبرتوه، تتطلعون لآفاق اجمل، يعني شوفوا كده من المرحلة دي للمرحلة دي. وبدأت للبعض منكم بوادر يعني حدوث اشياء تغير الوضعية اللي انتم فيها دلوقتي، سواء المادية او المالية او الجانب الصحي. البعض منكم وخاصة اصحاب برج العذراء او الابراج الترابية تأذيتوا كتير في صحتكم، البعض عنده يعني ربنا يشفيه سرطان الثدي او ورم في المعدة، حاجة زي كده بتعانوا منها كتير يعني.
وطلب منكم انكم تسافروا لبلد اخر ربما عشان تعملوا عمليه جراحيه، فيعني صبركم ربنا حيدي لكم اتجاهه نتيجه كويسه، يعني في تحسن ان شاء الله في صحتكم، في تحسن الى الاحسن، وفي بوادر خير ان شاء الله هتظهر ليكم، يعني خاصة الناس اللي فقدوا شغلهم ودلوقتي بيبحثوا على شغل، لأن على عاتقكم أسرة أو مسؤولية كبيرة. أوكي، طب إيه المستجدات في الثلاث أشهر دي؟ لا يعني شوفوا الفرق من ده لده، شوفوا الفرق. لا الحمد لله، يعني في تجدد وفي تطورات وفي تقدم لمعظمكم بوجود يعني تمركز كارت The Wheel of Fortune، عجلة الحظ، هيكون فيه يعني مداخيل مالية معتبرة للبعض منكم، بس ردوا بالكم يعني اعرفوا ازاي تستعملوا الفلوس دي، ما تشتروش حاجات انتم يعني تقدروا تستغنوا عنها، حاولوا تحطوا فلوسكم في حاجات كويسة. للبعض اللي هم بدأوا في يعني بتفكير في عمل مشروع وهو بداية، يعني زي ما نشوف الكروت هنا عندكم نجاح إن شاء الله في المشروع ده، وحتبدأ بوادره تبان يعني والنتيجة بتاعته تبان إن شاء الله في بعد شهرين كده إن شاء الله، وحتتوصلوا للمرتبة اللي انتم عاوزينها إن شاء الله. فيه عمل، فيه وجود عمل، فيه دخول إلى يعني فيه نجاح في الدراسة كمان، وفي سفر للخارج، لأنكم أنتم يعني حتكون عندكم فرصة حظ أو في بوابة الحظ هتتفتح عندكم من يوم 7/7/2021 لغاية 7/7، يعني بنفس التوقيت من 7/7/2021 إلى 7/7/2021. استغلوا الفرصة دي في الشهر ده على انكم تستثمروا فلوسكم، على انكم تبحثوا على عمل، على انكم تجربوا حظكم في السفر، فعندكم حظ كبير ان شاء الله في الشهر ده، فاغتنموا الفرصة دي. في وجود لعمل للبعض منكم خاصة الأبراج الترابية في مجال الصحة كمان، في تحسن. المستجدات بعد ثلاث أشهر. التو أوف سوانز، التو أوف سوانز هنا بتقول إيه؟ إنه حقيقة ستجدون يعني ستجدون مبتغاكم من الناحية المادية زي ما قلنا هنا، والناحية العملية، وحيكون عندكم حظ في تحقيق أمنيتكم وتغيير وضعيتكم من ده لده، بس حيكون في بعض العراقيل في طريقكم. ردوا بالكم حيكون في بعض العراقيل في طريقكم، وذلك يعني ان البعض منكم مصاب بتبعه، في حد يعني بغير منكم زي ما شوف الست دي غيرانه من الزوجين دول اللي بيلعبوا مع بعض عفوا في الميه، ففي حد مش عفوا في حد مش فرحان لي، مش هيفرح للتغيير اللي هيحصل عندكم من الجانب المادي والعملي، عندكم تبعه هنا، فردوا بالكم التبعة دي هي اللي حتعيق مساركم للوصول الى يعني الى الرقاء اللي انتم عاوزينه، لان في مداخيل ماديه هتيجي عندكم، في يعني كمان حصول على ايرادات ماليه عن طريق الارث بعد وفاه، زي ما نشوف القبر هنا الصليب ده يعني على قبر ميت، يعني في ايرادات ماليه ان شاء الله هتيجي كارث في الشهر، يعني في الثلاث اشهر القادمه دي، بس ردوا بالكم عندكم تابعه تتبعكم يعني في كل حاجه تعملوها، حاولوا تنزعوها التابعه دي، مش يعني ما تكتبوليش من فضلكم في التعليقات ازاي انزع التابعه، انت او انت ما عندكش مؤهلات عشان تنزعها، فبديهي ومنطقي انكم يعني تتقدمون لانسان عنده القدرة دي على انه ينزع لكم التبعة دي. يلا الكارت الاخير بيقول لنا ايه؟ زي ما قلت لكم انتصار وفرحة. الثلاث اشهر دي يعني من النهاردة هتكون بداية فرح عندكم. شوفوا كده. من حزن لفرح. من حزن لفرح. تغيير جذري. تغيير جذري لكم من جميع النواحي ان شاء الله، حتى الصحة يعني.
البعض يعني متشائم وغير متفائل فيما يخص الصحة اللي عنده أو المرض اللي عنده، بس تفائلوا خيرا، في حاجة إن شاء الله هتطور من حياتكم. السكس أوف وانس يعني في تطور جميل جدا من الناحية العملية والمادية ومن ناحية الصحة، وربنا هيعوض صبركم اللي صبرتوه بالسابق إلى يعني يحوله من حزن إلى فرح إن شاء الله. عندكم عمل يعني في بعض الأحيان يعني بعض منكم عنده علو راتب أو تغيير في مرتبة العمل، أو وكمان في علو راتب للناس اللي هي بتشتغل، في تغيير منصب، في يعني حصول على عمل للبعض منكم زي ما أشوف هنا، أو تطلع للحصول على فائدة، يعني في تطلع، في حاجة كويسة هتدخل حياتكم إن شاء الله. يعني والتلات أشهر دي هتكون متوجة ب يعني الفرحة وطاقة إيجابية اللي لازم تستغلوها، اللي زي قلت لكم هتتفتح من 7/7 إلى 7/8/2021، فاغتنموا الفرصة دي. الطاقات اللي هنا برج العذراء، استغفر الله، برج العذراء، فيه كمان برج الدلو الجوزاء، برج العقرب، برج السرطان، دي كطاقة مش أبرة، كطاقة اللي ظهرت هنا. في كمان برج الحوت، عقرب وسرطان، فيه برج الجدي، تقريبا كل الأبراج. يترأس الأبراج هنا برج العذراء، برج الثور، برج الحمل، وبرج الأسد، وبرج القوس. دي الأبراج اللي ترصدت القراءة هنا. يلا نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية. أعتذر عن الصراخ ده، يعني الله العظيم بنستناهم يسكتوا ما يسكتوش. يلا دلوقتي نمر لأصحاب القراءة الثانية. أصحاب الأحرف دي، أول حرف من اسمكم بالأحرف دي، أو اللي اختاروا الحجر الأزرق ده. يلا نشوف أولا الطاقة بتاعتكم. وزي ما قلت لأصحاب القراءة الأولى، البعض من يعني التعليقات بيقولوا إني عندي لكاكة في الكلام. حطوا نفسكم في مكاني وتكلموا بلهجة ما هيش لهجة بلدكم الأم عشان كل الناس يفهموا. فأنا جزائرية الأصل، ولهجتي بتكلم بالجزائرية، وبتكلم مصري، أحاول أتكلم مصري وأشرح بالمصري عشان يفهمني الدول العربية الأخرى. فأنا مش مصرية، فيعني ادوا قيمة لتعب الناس ولجهد الناس عشان تفهموا. وإحنا هنا يعني أصحاب القنوات الترو أو الناس اللي بيعملوا فيديوهات، إحنا ما نشتغلش عندكم، ده يعني بين قوسين، مش ما بتكلمش على الجميع، على الناس اللي بتحتقر جهد الناس وتعب الناس. فعلى الأقل احترموا جهد الناس، واعرفوا ليه في كلاكاكة في الكلام، واعرفوا ليه في كذا وكذا وكذا وكذا. يلا الطاقة العامة بتاعتكم، هناخد صورة الرجل، الورقة اللي قبليه وبعديه، صورة الست والورقة اللي قبليها وبعديها، عشان نعرف ايه الطاقة العامة بتاعتكم. طاقة الستات وطاقة الرجالة. لا الرجال هنا انتم متفائلين لغد افضل، عندكم تفاؤل رغم التعب اللي انتم فيه دلوقتي. المشكلة عندكم يا رجالة، أصبح عندكم وسواس بيدور عقلكم، أي حاجة مش كويسة في حياتكم أصبحتم زي الستات تربطوها بسحر عين تابعة، حاجة زي كده. بس عندكم تفاؤل يعني في المستقبل، عندكم تفاؤل في المستقبل إن شاء الله، في حاجات كويسة هتجيلكم بقدرة ربنا سبحانه وتعالى. للستات هنا، البعض منكم دخل في عزلة كبيرة جدا، والبعض منكم فصل من عمله، أو أنت بتشتغلي وعندك مشاكل فيما يخص العمل أو السفر، حاجة زي كده. بس دلوقتي طاقتكم يعني سلبية جدا يا الستات، حاولوا تغيروا الطاقة دي لطاقة أحسن من اللي هي عليه دلوقتي. دي طاقة عامة بالنسبة لكم. هنشوف دلوقتي التحليل اللي جاي لكم في الثلاث أشهر القادمة من وقت مشاهدة الفيديو ده لغاية 3 أشهر من النهاردة. هنخلط الكروت، وزي ما قلت لكم كل مرة بجيب لكم كروت جديدة عشان تكون مفعمة بطاقة كبيرة وتكون يعني التوقعات مركزة. النهاردة بستعمل أول مرة الكروت دي،
أهو العمل، العمل والعمل، يعني في طاقة يعني كبيرة جدا، لأن البعض منكم تعبان كتير من بعض الأمور المعلقة فيما يخص العمل. البعض منكم يعني عنده زي ما نقول إحنا رغم إنه بيشتغل بس عنده مشاكل في الشغل، مش عارف إزاي يعمل عشان يا إما يتخلص من المشاكل دي يا إما يلقى شغلانة أخرى. فالبعض منكم خايف يترك الشغلانة اللي هو في إيده ويبحث على شغل آخر، يلقى نفسه لا بشغله ولا بمشغلة ولا شغل آخر. فعندكم حيرة كبيرة جدا فيما يخص العمل. يلا نشوف إيه هو اللي جاي لكم إن شاء الله في الثلاث أشهر القادمة، سواء مال، صحة أو عمل. يلا الورقة الأخيرة نحط دي، يلا خرجوا اتنين نحطهم اتنين هنا. يلا دلوقتي والأيام المقبلة، لا حاجة كويسة، الحمد لله حاجة كويسة لحد دلوقتي، حاجة كويسة. هنبص الكارتين دول مع الأخير. شوفوا هنا انتم حصل لكم زي أصحاب القراءة الأولى، عندكم أعداء متربصين ليكم، أعداء دايما بيتربصوا ليكم. شوفوا كده يعني الغراب الأسود، عندكم أعداء متربصين بيكم، والعين دي والتابعة دي اللي يعني الناس دايما بيخلقوا لكم مشاكل، مشاكل سواء في العمل أو مع الجيران أو في العيلة أو حاجة زي كده، هي اللي مش سايبة عفوا أموركم تتحسن. زي ما نشوف يعني الفاصولياء دي بتنبث وتقدر تعلو للسماء يعني بمساعدة المزارع وبنته أو المزارع ومراته. بس هنا لازم لكم تعملوا حاجة عشان تقدروا تبعدوا، لازم تنزعوا التبعة دي والعين دي عشان تستغلوا الغلة أو الحصاد اللي انتم بتستنوه بجراء عمل انتم فيه أو مشاريع عاوزين تعملوها، سواء تسافروا عشان تعملوا عملية جراحية أو تسافروا عشان تلقوا عمل في الخارج أو تغيروا مكان العمل بتاعكم أو تجدون عمل أصلا. فيجب أنكم يعني زي ما نشوف المزارع ده بيخدع الغراب ده بالجسم ده، يعني دمية القش دي بيخدعها عشان يعني الغراب لما يشوف دمية القش دي يخاف ويروح، ما يعني ما يتلفش الزرع. فأنتم كمان لو عاوزين يعني الزرع بتاعكم، عاوزين المشاريع بتاعكم تكون ناجحة، حاولوا تعملوا أشياءكم أو مشاريعكم أو تحققوا أمنياتكم في الكتمان. السر لازم تقعد كل حاجة في السرية تامة. عاوزين تسافروا ما تحكوش لحياتكم لكل الناس، أنا حسافر وعاوز أسافر وأنا أموري معطلة وأنا كده وأنا كده، بتكذبوا ليكم العين والتابعة، فتأخر عليكم كل فرحة داخلة لكم، لأن عندكم فرحة إن شاء الله جاية لكم إن شاء الله. كارت برج الحوت دمون وكارت لا برنسيس دو باتون، يعني أميرة العصا والتو اوف بنتيكل. كارت الحوت، برج الحوت عفوا، أميرة العصا والتو اوف بنتيكل. هنا انتم دلوقتي يعني لو نزعتم الحاجة دي اللي قلت لكم عليها، العين والتابعة دي اللي مترصدة موقفة عنكم استمرار في الانتاج واستمرار في النجاح في حياتكم العملية يعني العملية والمادية، لو نزعتم ده
هتقدروا تحققوا الأمنية الغالية بتاعتكم وتبتعدوا عن الطاقة السلبية دي، لأن الطاقة السلبية دي لو قعدتم فيها كده وما نزعتوش الحاجة دي هتتبعكم الطاقة السلبية دي. كارت برج الحوت زي ما نشوف القلعة هنا والقلعة هنا والقمر هنا والعقرب والحاجات دي، الكارت هنا بيقول إيه؟ يقول إذا كنتم عاوزين تحقيق أمانيكم وحاجاتكم الكويسة حاولوا تبعدوا الطاقة السلبية بتاعتكم. الطاقة السلبية دي اللي بتتبعكم مش مخلياكم تحققوا أي أمنية عاوزينها في حياتكم. هنا الكارت ده مبشر بحاجات جميلة. زي ما نشوف السيتي دي بتبص الى الافاق، يعني في مستقبل كويس فيما يخص العمل، في مستقبل كويس فيما يخص العمل، في مشاريع تتوج بالنجاح، سواء وجود عمل، تنقل من منصب لمنصب او سفر. يعني عندكم تطلعات جميله جدا لو نزعتم الحاجه السلبيه دي، الطاقه السلبيه دي اللي عندكم. هتكون عندكم توازن من الجانب المادي وكمان الجانب العملي. حاولوا يعني لما البعض منكم عاوز يخرج في عطلة وحاجات زي كده حاولوا تدخلوا فلوس للعطلة أو لتنقل بطريقة، يعني الادخار ده يكون بطريقة كويسة. مش انتم في مرحلة من حياتكم شوية صعبة من الناحية المادية وانتم يعني تروحوا عطلة تصرفوا المال القليل اللي عندكم، لا، اعملوا توازن لكل حاجة وكل فكرة تكون عندكم. اعملوا توازن ما بين الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية، هنا في طاقة سلبية أكبر من الطاقة الإيجابية. الكارتين دول The Hangman، الرجل المعلق، والفايف اوف سوانز، الرجل المعلق والفايف اوف سوانز. زي ما قلت لكم لو نزعتم الطاقة السلبية دي عندكم آفاق جميلة جدا إن شاء الله جاية لكم، وهيدخل حياتكم توازن فيما يخص المادة والعمل كمان الصحة يعني. بس لو قعدتم بالطاقة السلبية دي اللي قلت لكم عليها هتقعدونا في مكانكم كده زي الرجل المعلق ده، رجليه مجمدين وفكره يعني بيفكر بأشياء عاوزها بس مش قادر يتحرك. الطاقة السلبية دي هي اللي مش مخلياكم تتحركوا، عشان كده أموركم يعني إذا ما نزعتوش الطاقة السلبية دي اللي هي التبع والعين هتقعدوا دايما كده يعني تبحثوا بشق الأنفس على حاجة، يعني رغم انها قدامكم وقريبه منكم بس مش قادرين تطلوها، يعني مش قادرين يعني توصلوها. عندكم افاق وحاجات جميله، فانزعوا الطاقه السلبيه دي اللي هي الغراب الاسود والعين دي اللي بتتبعكم في كل مكان عشان تقدروا يعني تنجحوا في مشاريعكم والحصول على يعني محصول كويس. عفوا كتعبير مجازي. الكارتين دول بيقولوا ايه؟ لا، حاجة كويسة، حاجة كويسة جدا. كارت العالم The World وكارت The King of Pentacles، يعني بعد 3 أشهر دي بعد ما هتنزعوا الطاقة السلبية دي زي ما قلت لكم هتتحسن أموركم المادية والعملية وهتكونوا أنتم زعماء يعني المشاكل اللي كانت مترصدة لكم من قبل. هتعرفوا إزاي تحسبوا لها كويس، إزاي تتعدون المصاعب. يعني بعد 3 أشهر هتتحسن أموركم. كارت العالم بيقول إن كل طاقة كل الأبراج موجودة في القراءة دي، واحدة. تانيا بيقول إيه؟ إنه بعد 3 أشهر هيكون عندكم انفتاحة من الجانب العملي والمادي وحتى يعني في الصحة، في تعافي وتشافي إن شاء الله بعد 3 أشهر، خاصة للستات اللي هي بتسأل على سفر ربما عشان تعمل عملية جراحية فيما يخص الثديين، يعني أو يعني عندها مشكلة في صحتها وعاوزة تسافر عشان تعمل عملية أو حتى يعني تزور الأقارب. فيعني بعد 3 أشهر عندكم انفتاحة هتسهل لكم كل الأمور في الوجود عمل أو حاجة زي كده، لأن في الطاقة دي بتاع 3 أشهر بين النهاردة و3 أشهر في طاقة سلبية لو نزعتموها هتقدروا تقربوا اللي بقول عليه دلوقتي في الكارتين دول إن شاء الله. الأبراج قلنا الأبراج طاقة كل الأبراج موجودة هنا،
نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة. أول حرف من اسمهم يبدأ بالأحرف دي، أو اللي اختاروا الحجر الشفاف ده. يلا زي ما عودناكم هنشوف الطاقة الحالية بتاعتكم. خليت الكروت كويس عشان الكوتش فيه نفس الطاقة القراءة الأولى والثانية. يلا لا هنخلط كويس لأن الكروت خرجت من نفس الطاقة الأولى. يلا ندور صورة الست، اهي صورة الست. صورة يعني طاقة الستات في القراءة دي. هنشوف طاقة الرجالة في القراءة دي. يلا ايه اللي مخبي مستخبي للرجالة هنا؟ يلا ما تستأخذوناش يا رجالة، هنشوف للستات. الستات هنا، البعض من كنا تبحث عن ترسيم في عمل، بتفكر كتير في ترسيمها للعمل. انت بتشتغلي دلوقتي بس فاضلك الترسيم، العقد النهائي يعني، عشان تكون الشغلانة بتاعتك مش بتاع يعني كل شهر او كل 3 أشهر تتجدد العقد، لا ترسيم في عمل. الكتير منكم عاوز يستقر في حياته الخاصة، يعني من الستات اللي بتكلم عليهم عاوزين استقرار ذاتي، مش عاوزين تكونوا يعني مسؤولين على ناس آخرين، عاوزين تكون حياتكم بإيدكم تسيروها، ويكون عندكم شغلانة، ويكون عندكم تحسين في أمور كبيرة أو كثيرة عفوا. لأن بعض الستات هنا شايفة أن عملها هو الأهم في الحياة، مش رجل أو حب أو زواج. بدون العمل حياتها هتكون يعني وده يعني أحسن تفكير، لأن الست اللي ما بتشتغلش هي اللي تكون عرضة لمعاملة سيئة من بعض الأزواج، وبعدين تخاف انها تتطلق عشان ما عندهاش يعني مؤهلات للعمل. فالبعض منكم عنده التفكير ده على انها يعني اهم حاجة عندها الترسيم في عمل، وجود عمل او تحسين في وضعيتها العملية. دي طاقة الستة. طاقة الرجالة هنا، انتم غالبا دلوقتي حالكم متوقف وبتدوروا على شغل، او البعض منكم كمان بفكر في بداية مشروع وشايف ان المشروع ده كويس ليه. دي طاقة حالية عندكم. بتفكروا كمان يعني في بعض الامور لتسهيل بعض الاوراق الادارية، انتم بتفكروا فيها كتير. يلا نمر للقراءة بتاعتكم. ما الذي جاي لكم في الثلاث اشهر القادمة؟ زي ما قلت اصحاب القراءة الاولى والثانية. الناس بتقول إني عندي لكاكة في الكلام. أيوة عندي لكاكة في الكلام. ليه؟ لأن بديهي، لأن المصرية مش لهجتي، أنا جزائرية وبأفتخر ببلدي، بس يعني كلائكية معناه يعني إني بفكر في الناس أكتر ما بفكر في نفسي، مش أنانية. أعرف إن فيه بلدان عربية ما تفهمش اللهجة الجزائرية، فبتكلم باللغة المصرية، اللهجة المصرية عشان يفهموني كل العرب. فحاولوا يعني تفهموا لب الموضوع قبل ما تسترجلوا على الناس وانتوا في بيوتكم، والناس بتعمل لكم تستعمل طاقة وجهد، وبعدين تيجي واحدة تقول لك لا انت كده واظافرك كده وعاملة كده روحي يا شيخة. يوم اعمل لكم اللايف يومها هتكلم بطلاقة. تحياتي للمشتركين الأعزاء الأوفياء للقناة، وبشكركم على تعليقاتكم الجميلة. يلا نشوف الثلاث أشهر القادمة إيه اللي مستخبي لكم.
الألقى أخيرا نحطها هنا. أنا جبت لكم نوع جديد من الكروت عشان نغير طاقة الكروت، ما تقعدش دايما بنفس الطاقة وما تكونش يعني التوقعات صائبة. في واحدة قالت لي انت ما بتعرفيش تقرأي الترو اصلا، الكروت دي عمرها ولا شافتها. يعني الترو في نوع واحد من الكروت الترو؟ يا بنتي روحي تقفي نفسك اولا، بعدين تعالي واعملي نقد للقناة. يلا لا الحمد لله والحمد لله. هنا بدأت كويس انتهت مش كويس، بعدين أصبحت كويسة. حياتكم متدببة، عندكم تدبدب في جميع يعني الميادين على جميع السعاد والصعادة والشهر يعني الصعيد مش صعيد مصر. أهرج أهجر معاكم أهرج معاكم يعني. والله تعبانة دخلت من السفر، قلت أعمل لكم الفيديو عشان ما يروحش النهاردة بدون فيديو. أنتم غالبا البعض منكم حياتكم الزوجية أو علاقتكم العاطفية متوقفة على العمل أو على مشاريع، مش قادرين يعني تكملوا حياتكم بدون الجانب المادي. هنا يعني The Lovers، كارت The Lovers، وهنا كارت أميرة الكؤوس، كارت برج العذراء The Hierophant، كارت The Nine of Swords. هنا زي ما قلت لكم صبرتم كتير عشان تحققوا الأمنيات الغالية اللي عندكم، عشان تطوروا من حياتكم، سواء أنت يعني تتجوزوا خاصة الرجالة والستات، لأن الجانب المادي في البلدان العربية يعني للأسف أصبحت الستات تباع زي البضاعة يعني، فما يشوفوش للإنسان يعني أصله وفصله، لا يبدأوا يعني يطلبوا منه مهر ومؤخر ومقدم وشقة وعفش ومش عارفة إيه، يعني زي ما لو كانوا بايعين بنتهم. فالمشكلة هنا البعض منكم أمورهم متوقفة، سواء متجوزين أو غير متجوزين، أموركم متوقفة على المال، عن المادة والعمل، يعني بدون دول الاثنين مفيش ترسيم لعلاقات، مفيش استمرار في الحياة. يعني صبرتم مدة طويلة وعانيتم مدة طويلة، ولحد دلوقتي انتم بتعانوا. عندكم مسؤوليات ومشاكل كتيرة لازم تحلوها، بس يعني صبرتم كتير للأعداء دول، يعني للطاقة السلبية دي اللي بتتبعكم منذ مدة زمنية طويلة. بس أملكم في ربنا على أنكم يعني تحققوا أمنيتكم لتغيير الطاقة دي الحالية اللي عندكم عشان تلقوا عمل أو حتى تتحسن أموركم المادية. أبشروا خيرا، يعني مش في شهر جوان، مش في شهر ستة أو ما تبقى من شهر ستة، لا في بداية شهر سبعة في حلول جديدة هتدخل حياتكم وهتغير حياتكم رأسا على عقب، وخاصة الأمور العملية هيكون فيه وجود لعمل، سفر، بداية مشاريع جميلة، خروج نتائج سارة، وهتتحصلوا على يعني الحاجة اللي كنتم متمنيينها في السابق. هتصبحوا يعني انتم يعني زعماء حياتكم. بس هنا حاولوا يعني ما تستعملوش الجانب العاطفي، حاولوا ما تستعملوش الجانب العاطفي، لانه ازاي هتقولوا لي يعني في العمل الجانب العاطفي؟ هفهمكم يعني هنا عندكم انفتاحة بوابة هتساعدكم على انكم يعني يكون عندكم حظ. هيجي في طريقكم كتير من العروض، العمل، سفر، وكمان يعني بداية في مشاريع جديدة هتغير من حياتكم رأسا على عقب. اوكي هنا بقول لكم ما تستعملوش العاطفة، لأنه البعض منكم من كثر الضغط عليه لأنه على أنه يرسم علاقة أو على أنه يرد مراته أو خطيبته أو أولاده، هتوصلوا نفسكم لتعب نفسي وإرهاق أو الوقوع في الخطأ أو الوقوع في الخطأ. أبشروا خيرا زي ما قلت لكم، عندكم آفاق جميلة جدا، كارت يعني كارت العالم اللي يمثل كل الأبراج هنا. عندكم يعني تغيير إلى الأحسن، تغيير إلى الأحسن. شوفوا هنا من
برنسس اوف كاليس يعني أميرة الكؤوس إلى ملكة الكؤوس، تغيير شامل، تغيير من مرحلة لمرحلة. يعني ربنا حيساعدكم على إيجاد، يعني على حل المشاكل وإيجاد حلول لبعض الصعاب أو العراقيل اللي في طريقكم لتحقيق أمنياتكم إن شاء الله. هنا تقريبا في شهر أواخر شهر 8/21 و9/21 تبدأ يعني بوادر الخير في حياتكم، في إيجاد العمل، في السفر، وفي بدايات جميلة فيما يخص المشاريع، فيما يخص المشاريع اللي أنتم فكرتم فيها سابقا إن شاء الله. في عمل، حصول على عمل للبعض منكم، وخاصة اللي بيفكروا في سفر، عندكم سفر في شهر 9 أواخر شهر 8 وبداية شهر 9. الجانب الصحي هو مفيش أكثر من كده كلام. 9 كؤوس، والحشرة دي احنا في الجزائر بنقولولها، يعني حتى الأوروبيين بيقولولها بشارة خير. عندكم خير جاي لكم إن شاء الله، وزي ما قلت لكم شهر 9 أهو رقم 9. شهر 9 هتبدأ الحياة تتحسن ليكم، يعني على جميع الصعاد، العائلي، المادي، العملي إن شاء الله. قلنا طاقة كل الأبراج هنا، فيعني مش هكرر 12 برج، كل الأبراج هنا، وخاصة برج العذراء اللي طاقة القراءة هنا مترصدة السحب ده. إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أقول لكم شكرا لانتباهكم ولإصغائكم، وإلى الملتقى، مع السلامة.